عبر الخط الهاتفي ينضم إلي الآن المركز الميداني للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها السيد معاقل الهواشلي. أهلا بك سيدي. في بادئ الأمر، ما أهمية أن تكون تحركات وحركات ووقفات تضامنية من هذا النوع تبقي قضية العراقيب والقرى مسلوبة الاعتراف على أجندة المجتمع العربي في كل مكان ليس فقط في الجنوب؟ نعم أخي، نحن في خضم معركة وهي تسمى معركة البقاء، نبدأها من منطقة رخمة في أقصى الجنوب، ومن ثم قرية كرنب وراس جرابة وجميع القرى التي تتواجد شرقي منطقة عرعرة على شارع 80، أكثر من 12 قرية وأكثر من 600 أمر إنذار، وكل هذه الإنذارات ستأتي يعني بالتأكيد على أن تتحول من إنذار إلى أمر هدم. هذا الأمر جديد، وليش بنقول أنه جديد؟ لأنه كل هذه المناطق سلطات تطالب الأهل الرحيل وترك هذه الأرض، وهي أرض الناس وأرض عرب النقب، هذه أرض عربية، أرض معروفة، أرض فلسطينية كل هذا الوقت، ونحن صامدين وصابرين على يعني الحياة الصعبة والشائكة دون كهرباء ودون ماء ويعني دون أي بنية تحتية ودون مدارس. كل هذه الأمور هي من يوم النكبة من سنة 48 لغاية اليوم، مرورا بالسجن الذي يسمى منطقة السياد اللي هي من منطقة صفيحة لأم دمنة لغاية منطقة الزويرة اللي هي بيت كمل اليوم منطقة ديمونة وعراد. كل هذه المناطق كل هذا الوقت كانت الدولة تحاول أكثر عدد سكان على أقل بقعة أرض، ونحن دفعنا الثمن ونحن ندفع الثمن، والآن ندفعه بشكل كبير وشكل يعني لم يمر مثل هذه الأيام الصعبة والمريرة. بودي القول وبودي أن أتوجه للجنة المتابعة العربية ولكل الأحزاب العربية. الأخ النائب طلب الصانع السابق ورئيس الحزب الديمقراطي العربي ذكر شيء في غاية الأهمية، أنه في 500 محامي. نحن نقول الآن وفي هذا الوقت وفي هذه اللحظات لا يوجد عندنا استشاري فقط الأخ مروان أبو فريحة وهو من مؤسسة عدالة. كل هذه الضغوطات وكل هذه الاستشارة نأخذها من محامي واحد. للأسف نحن بأمس الحاجة لطاقم محاميين لفتح مكتب. إذا بالفعل لجنة المتابعة العربية والسلطات المحلية والأحزاب العربية والأطر والمؤسسات ودها تساعد عرب النقب، ونحن كعرب النقب جزء لا يتجزأ من هذا الشعب الأصيل الشعب الفلسطيني، نحن جزء من الجليلة والمثلث والمدن المختلطة، نحن بأمس الحاجة لفتح مكتب اللي يكون فيه عدة محاميين ومختصين في هذه القضايا قبل فوات الأوان. نعم، يعني أفهم أنك تتحدث أستاذ الهواشلي عن تطوير آليات النضال في كل ما يتعلق بقضايا الأرض والمسكن للمجتمع العربي الفلسطيني في الجنوب وفي النقب القرى غير المعترف بها، إلى جانب ربما الاستشاريين والحقوقيين والمحامين. كيف من الممكن أن نطور آليات النضال أكثر في هذا التوقيت؟ نعم، نحن بحاجة أيضا لأناس يعني لمواجهة الإعلام العنصري الإعلام العبري. نحن أيضا بأمس الحاجة لتدويل القضية يعني أمام الأمم المتحدة، يعني أمام العالم الحقوقي، أمام حقوق الإنسان في كل مكان ومكان. علينا أن نوصل هذه الرسالة، ونحن لا نستطيع وحدنا أن نوصل هذه الرسالة. نحن بحاجة إلى ناس مخططين، إلى ناس استراتيجيين، إلى محاميين،
إلى ناس إعلاميين نحن بأمس الحاجة، ونحن نتوجه بهذا للأخ محمد بركة رئيس لجنة المتابعة كي يساعدنا في هذا الأمر. نحن نتوجه لجميع الأحزاب العربية اللي متواجدة في الكنيسة واللي مش متواجدة، احنا بأمس الحاجة للأطر المهنية كمحامين وأيضا كأطباء وكل من هو مهني، نحن بأمس الحاجة لهؤلاء الناس كي أولا يكون تدويل القضية، ثانيا للدخول على الإعلام. تصور أخي أنه النقب 60% من هذه الأراضي، والنقب عرب النقب 320 ألف يتواجدون على فقط 3%، يعني لو شرحنا هذا لكل إنسان في العالم رايح يتعاطف معنا. بس كمان مرة وكمان مرة نحن بأمس الحاجة للشراكة مع الأهل في الجليل والمثلث والنقب، نحن بأمس الحاجة لأعضاء الكنيسة العرب، نحن بأمس الحاجة للحقوقيين، بأمس الحاجة أيضا للإخوة الإعلاميين وهم ما بيقصروا. بس لو كل هذه المؤسسات اجتمعت سيكون لها كلمة، وكلمة قوية وكلمة واضحة بطبيعة الحال، والالتفاف الشعبي أيضا إلى جانب ذلك، يعني إلى جانب تطوير آليات النضال. أستاذ معاقل الهواشلي، بحسب تقديرك إلى أين تتجه ربما قضية الأرض والمسكن والقرى غير المعترف فيها في الفترة المقبلة؟ وكنا نتحدث قبل لحظات مع الأستاذ طلب الصانع حول الملاحقات المتواصلة في هذه الفترة. تحية مدوية لكل عربي في الجنوب، تحية مدوية لكل صامد. أنت تعلم جيدا بأن أكثر من 12 ألف منزل هدم في القرى غير المعترف بها، ولم يرحل عربيا واحدا، لم يرحل أي شخص. كل هؤلاء الناس، كل هذا الصبر منذ 48 لليوم لأجل الأرض والإنسان، لأجل الأرض والإنسان. نحن حقا وحقيقة نحيي كل امرأة وكل شيخ وكل طفل صامد في هذه الأرض سنوات عديدة دون الخدمات. نحن نقول إنه الشراكة وإنه الوحدة العربية لها كلمتها. صحيح إنه الكوادر الموجودة في القرى غير المعترف بها هي بعيدة عن بعضها لبعض، ولكن حينما قمنا بمسح لهذه القرى وحينما يعني جئنا بلجان محلية من كل قرية وقرية، وحينما أيضا ذهبنا للالتماسات في محكمة العدل العليا مثل الكهرباء والمدارس نجحنا نوعا ما، لكن المرة تلو الأخرى نحن نقول الصمود هو سيد الموقف، ولكن الوحدة هي سيدة الموقف، وحدة كل العرب كل الداخل الفلسطيني. أشكرك جزيل الشكر السيد معاقل الهواشلي المركز الميداني للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، شكرا جزيلا.